السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نخدم معكم تمرين كيخص التماثل المركزي. غنشرح لكم كيفاش تبينوا ان نقطه كتمثل منتصف قطعه. دونك غنبداو هذا التمرين. دونك فوغ لا فيغور ريغاردي اون ا بي سي ان تريانغل اون ا لا ديستانس بي ام ايتيغال ا لا ديستانس ام سي فوالا. Et on a les points B, M et C sont alignés. C'est-à-dire M est le milieu de BC. Donc, on a M le milieu de BC. مجرد ما غنسمعه M منتصف القطعة BC. غادي نقول دونك راه هاد النقطة M اللي هي منتصف القطعة BC كتحقق لي شرطين. الشرط الأول هو أن هاد النقط B و M و C مستقيمية. لكن هذا شرط غير كافي حيت ممكن تكون نقط مستقيمية وما يكونش M منتصف BC. والشرط الثاني هو أن المسافة MB تساوي المسافة MC. يعني مجرد ما غنسمع M منتصف القطعة BC غنقول كاينين شرطين. الشرط الأول خاص تكون استقامية النقط B M و C. والشرط الثاني المسافة MB تساوي المسافة MC. دونك فوالا حنا راه عندنا ام منتصف القطعه بي سي. اذا الشرطين بجوج كاينين. دونك كيسيون نيميرو 1 كونستروير لي بوين بي بريم ام بريم اي سي بريم لي سيميتريك ريسبكتيف دو بي ام اي سي بارابور او بوين او. دونك عندي بي بريم سي لو سيميتريك دو بي بارابور او. جو ريبيت بي بريم سي لو سيميتريك دو بي بارابور او سيتادير او et le milieu de B, B'. On me perd un des M' et le symétrique de M par rapport à O, donc O et le milieu de M, M', etc. Donc regardez, on va tracer les points B', M' et C' par rapport au point O. Donc B' est le symétrique de B par rapport à O. Donc, radine alphème, masafa. يعني من B حتى النقطة O حتى النقطة O هي اللي كنخدمو بها هاد التمرين. قلبنا بارابور أو بوان أو باردون. دونك هنا من B حتى ل O فوالا. ومن بعد غادي نمدد نحو الأعلى باش نلقاو لو بوان B' باش تكون O في المنتصف. دونك غنمدد نحو الأعلى. دونك هنا غنخدم ناخذ القياس ديال هاد المسافه. ريغاردي هاد المسافه من بي حتى او دو او ا بي اي فوالا نفسها غندير دو او ا بي بريم. دونك لاحظوا معايا هنا غنوضع النقطه بي بريم فوالا. لا ميم شوز بور لو بوين سي بور لو بوين سي بريم باردون من سي حتى او باش نرسم المماثلة فوالا. ومن او خصني ناخذ القياس. دونك غناخذ القياس ديال هاد المسافة سي او. لاحظوا معايا مثال من او هكا غنلقى سي بريم فوالا سي بريم. اي لا ميم شوز بور لو بوين ا دو ا من ا حتى لاو حتى المركز باش تجي او في المنتصف. دونك خصني نمدد نحو الاسفل وناخذ نفس المسافه. لاحظوا معايا بالنسبه للرسم ما غاديش تلقاو فيه مشكل فوالا. حنا لقينا لو بوين ا بريم. مي ردوا معايا البال. هنا قالوا لينا كونستروير. انا هنا رسمت لكم المماثله ديال ا بالنسبه لاو هي ا بريم. المماثله ديال سي هي سي بريم. والمماثله ديال بي هي بي بريم. هنا قالوا لنا كونستروير لي بوين بي بريم ام بريم اي سي بريم لي سيميتريك ريسبكتيف دو بي ام اي سي. دونك بغاوني نرسم هاد بي بريم فوالا. ام بريم باقي ما رسمتهاش وبغاوني نرسم سي بريم. مي هاد النقطه ا بريم ما طلبوهاش منا. انا هنا غير شرحت لكم كيفيه الرسم لكن نتوما بالطبع ما غاديش ترسموا هاد النقطه ا بريم حيت ما عندنا ما نديرو بها. دونك لا ميم شوز بالنسبه لام. غندير من ام غنمدد نحو الاعلى
دونك فوالا غادي ناخذ نفس القياس. ريغاردي من ام حتى الاو فوالا اي فوالا اون تروفي لو بوين لي هو ام بريم. الان غادي نربط بين هاد النقاط. لاحظوا معايا عندي بي سي دونك لقينا بي بريم سي بريم حطو دونك بالنسبه لهاد بي بريم سي بريم هادي هي القطعه فوالا انا غادي غير نمدد هاد المسافه دونك بالنسبة للسؤال الأول montrez que les points B prime, A prime et C prime sont alignés. Regardez B prime. Pardon, بغيت نبين لكم هاد لو بوين اللي عندنا هنا. Les points B prime, A prime et C prime sont alignés. هادشي اللي بغاونا نبينو. Donc, هاد B prime راه هي لو سيميتريك دو B. فوالا حنا لقينا هاد لو بوين سي B. M prime راه هو لو سيميتريك دو M par rapport à O و C prime راه هو لو سيميتريك دو C par rapport à O. دونك باش يكونوا هاد النقط B prime, M prime, C prime مستقيمية خاص هاد النقط بعدا B و M و C مستقيمية. وحنا راه عندنا في لي دوني M لو ميليو دو B C اذا هذا كيعني ان هاد النقط B و M و C نقط مستقيمية فوالا. دونك هنا طلبوا منا نبينوا ان هاد النقط بي بريم ام بريم سي بريم مستقيميه سون طالينيي. دونك غنبداو لا ديمونستراسيون ديالنا. هنا باش نقدر نبدا لا ديمونستراسيون في عوض ما نبقى نكتب بي بريم لو سيميتريك دو بي بارابور ا او سي بريم le c prime le symétrique de c par rapport à o m prime le symétrique de m par rapport à o يعني à chaque fois كتلاحظوا كاينه une répétition. ممكن نديرها في جمله واحده غنقول on a b prime m prime regardez on a b prime m prime حيت حنا هادوما اللي باغين et c prime sont les symétriques regardez sont les symétriques respectives et symétriques de B, M et C par rapport au point O. Donc, on dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit est-ce qu'ils sont alignés. دونك غتلاحظوا معايا بالنسبه لهاد النقط بي و ام و سي راه سو سون دي بوين اليني. علاش قلت سو سون دي بوين اليني؟ حيت في لي دوني قالوا لي ام لو ميليو دو بي سي. دونك هنا كتبت لكم اون ا بي بريم ام بريم اي سي بريم سون لي سيميتريك ريسبكتيف دو بي ام اي سي بارابور او بوين او اي لي بوين B, M et C sont alignés donc B', M' et C' sont alignés. Alors, كيف ما كتعرفوا ان التماثل المركزي كيحافظ على استقامية النقط. دونك هنا باش تبينوا ان هاد النقط مستقيميه دائما خدموا بالمماثلات في الاول ويستحسن تبقاو تكتبوا هاد لا فراز هادي باش ما تبقاوش تكتبوا ا شاك فوا بي بريم لو سيميتريك دو بي بارابور ا او ام بريم لو سيميتريك دو ام بارابور ا او انسي دو سويت. دونك ملي غنذكر هادي ابري غنقول لهم راه عندي هاد النقط بي ام ام اي سي سون تاليني بويسكو هاد لي بوين سون تاليني يعني المماثلات ديالها بي بريم ام بريم سي بريم سون تاليني اوسي.
Voilà. Passons maintenant à la question numéro 2. Regardez. Montrez que M'B' est égal à M'C'. Donc, M'B' est égal à M'C'. Donc, donc, regardez la figure diagonale. M'B'. Regardez, on dit M', c'est le symétrique de M par rapport à O. B', c'est le symétrique de B par rapport à O. Donc, la distance, donc le segment M'B' est le symétrique du segment MB. C'est-à-dire, les deux segments ont la même longueur. M'B' est égal à MB. Donc, M', le symétrique de M par rapport à O, B', le symétrique de B par rapport à O, on peut dire que la même chose. On a, regardez, on a M' et B' sont les symétriques, regardez, sont les symétriques de M, pardon, respectives. De M et B par rapport à O. Donc, on a le symétrique de la tête à M'B'. C'est le segment MB. Et donc, M'B' est égal à MB. Donc, M'B' est égal à MB. Voilà, nous avons M'B'. Regardez. Nous avons fait MB. Passons maintenant à M'C'. Pardon. La même chose. M', c'est le symétrique de M par rapport à O. C', c'est le symétrique de C par rapport à O. Donc, le donc M', C', le segment M', C' est le symétrique du segment MC. C'est-à-dire, les deux segments ont la même longueur. Donc, on a M' et C' sont les symétriques respectifs de M et C, bien sûr par rapport à O. Donc M'C', pardon, M'C' est égal à MC. Regardez, M'C', فيها MC. انا ردوا معايا البال. حنا بغينا نبينوا ان M'B' يتقال M'C'. حنا M'B' لقينا فيها MB و M'C' لقينا فيها MC. دونك باش نقدروا نقولوا ان M'B' كتساوي M'C' خاص MB تكون كتساوي MC حيت الا كانوا هادو متساويين بجوج دونك راه M'B' يتقال M'C'. غنشوفو نرجعو للشكل واش ام بي كتساوي ام سي. ركاردي ام بي ايتيغال ام سي. ها هي عندي في الشكل ام بي ايتيغال ام سي كار ام اي لو ميليو دو بي سي. دونك سا سي لا ريلاسيون نيميرو 1 اي سا سي لا ريلاسيون نيميرو 2. هادي عندي دونك هنا باردون حيت ما بقاش ليا المكان مي نتوما يستحسن ترجعو للسطر. دونك هنايا غنذكروا ان ام بي ايتيغال ام سي ريلاسيون نيميرو 3. عندي ام بي ايتيغال ام سي. اون ا ام بي ايتيغال ام سي ريلاسيون نيميرو 3 كار لا جوستيفيكاسيون ام اي لو ميليو دو بي سي. Donc, maintenant, de 1 et 2 et 3, on déduit que M'B' est égal à M'C'. Donc, on dit la relation maintenant numéro 3.
Donc, de 1, 2 et 3, on déduit que... On déduit que MB, M'B' est égal à M'C'. Donc, on a la relation les bras, voilà. Galolina, il s'en dit, Anna, déduire que M' est le milieu du segment B'C'. Donc, c'est fait M. انا كنت قلت لكم الا بغينا نبينوا ان ام بريم لو ميليو دو بي بريم سي بريم قلت لكم خاص يكونوا عندنا شرطين. الشرط الاول خاص هاد لي بوين بي بريم ام بريم سي بريم خصهم يكونوا اليني, يعني خص النقط تكون مستقيميه. والشرط الثاني خاص هاد المسافه تكون كتساوي هذا, هاد المسافه ام بريم سي بريم. دونك غنشوفوا حنا واش عندنا هاد لي بوين بي بريم ام بريم سي بريم سون اليني. Regardez, on a déjà montré que les points sont alignés. Donc, puisque les points B', M' et C' sont alignés, regardez, sont alignés, et au final, c'est le bord, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, M', C', il y a les billets. Et M', B' est égal à M', C'. Voilà, alors M' est le milieu du segment BC. B'C', pardon. Donc, مجرد ما يطلبوا منكم تبينوا ان نقطة منتصف قطعة, ديما تفكروا انه عندنا شرطين. الشرط الأول ندوي لهم على استقامية النقط, الشرط الثاني ندوي على ان المسافة مثلا MB كتساوي المسافة MC, يعني أن ديك النقطة اللي كنبغيو نبينو بها المنتصف كتكون متساوية المسافة عن طرفي القطعة.